عقد فريق الكوكب المراكشي لكرة اليد جمعه العام السنوي العادي مساء أمس بالقاعة المغطاة بنشقرون، وافتتح الجمع بتلاوة التقرير الأدبي الذي تطرق لمشوار الفريق في الموسم الماضي الذي اكتفى خلاله بلعب مباراة السد من أجل المرور إلى البلايوف، والتي خسرها ذهابا وإيابا أمام حسنية قرسيف، فيما توقفت مسيرته في كأس العرش عند مرحلة الربع بين محل سادسا في البطولة العربية للأندية الفائزة بالكأس. أما التقرير المالي فقد حدد مداخيل الفريق في أزيد من 191 مليون، فيما فاقت مصاريفه 192 مليون، ما خلف عجزا في ميزانية الفريق قدر ب 3532 درهم عكس ما أورده التقرير المالي الذي اعتبر العجز فائضا. وبعد فتح باب النقاش أجمعت جل التدخلات على أن التحكيم ساهم بشكل كبير في خسارة الكوكب لمجموعة من المباريات، كما ناشد بعض المتدخلين أعضاء المكتب من أجل الحضور بقوة خلال جل مباريات الفريق. وفي الأخير صدق الجمع على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع مع منح الرئيس صلاحية تجديد الثلث قبل أن ينتهي الجمع بقراءة برقية الولاء والتطلع إلى الموسم المقبل بعين التفاؤل. طموحات دينا نحاول إن شاء الله لمونا ريكرو في دو ريكروتمون ونا بري داك لو غارديان بالغادي ولد الفرقة مع التراضي مع الرابطة الحمد لله. أو تاني خدينا قصير يوسف قصير ودنا واحد طربوس ديال الشهر دابا حنا كيترينو الدراري. دونك اون ليفيكتيف اون ان ليفيكتيف كومبلي بور هاد ليكزيرسيس هذا ان شاء الله بور هاد لاني. الطموحات ديالنا ان شاء الله حتى حنا نبقاو ثاني في الصداره ان شاء الله، ما با لاشي وين توجور ترويزيام في لا بوزيسيون ديالنا، ما با لاشي، ما كونتينيو ان شاء الله حتى ندوشي لقب هذا الفريق هذا ان شاء الله.